معايا كوبايتين من الدقيق، تمام؟ دقيق بقى اي حاجه مفيش مشكله. طبعا في دقيق بيبقى مكتوب عليه كيك او دقيق بسكوت، الانواع دي بتبقى الطف قوي مع الكيك عشان بيبقى الدقيق ضعيف وهش كده وظريف. فانا معايا كوبايتين ومعايا كوبايه ونص من السكر، تمام؟ كوبايه ونص من السكر الابيض العادي، 4 بيضات، ومعانا كمان طبعا فانيليا، هنقول مثلا كيسين كبار من الفانيليا، معلقه كبيره من البيكنج باودر، وبرده معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج سودا. البيكنج سودا اللي هي بيكربونات الصوديوم اللي احنا بنحطها في الطعميه، تمام؟ هنحتاج منها بس ايه، معلقه صغيره ممسوحه، والبيكنج باودر هنحتاج معلقه كبيره برده ممسوحه، كوبايه زيت، ربع كوبايه من عصير الليمون، تمام؟ وطبعا قلنا فانيليا علشان البيض، بس كده. دي مقادير الكيك، سهلة جدا، وهنحطهم مع بعض. ممكن نستخدم المضرب اليدوي او المضرب الكهربائي براحتكم. هنحتاج بقى ايه، نزين الكيك ده بصوص كده لطيف قوي عشان طعم الليمون يبان اكتر مع الصوص. عبارة عن ايه بقى، معايا كوباية لبنة، تمام؟ او ممكن اقل من كده حسب بقى انت عايزة تعملي صوص يعني كميته بسيطة ولا كميته كبيرة كده تكفي ناس كتير، تمام؟ فكوباية لبنة، معانا برضو علبة صغيرة من الحليب المكثف المحلى، معلقة صغيرة من بشر الليمون، يعني مثلا تبشري كده ليمونتين البشر بتاعهم، ومعلقة من عصير الليمون، ونعمل الصوص الحلو ده اللي بنسقي بيه الكيك وبس. خلاص، وصفة ظريفة جدا، ان شاء الله يا رب تعجبكم. هنطلع بولة كده كبيرة، وانا هستخدم المضرب اليدوي، هي تنفع بالمضرب اليدوي او المضرب الكهربائي براحتكم. هنحط اول حاجة البيض، 4 بيضات، ونحط عليهم الفانيليا، هي دي الفانيليا، ايوة، وهضربهم. لو هيبقى اسهل لك المضرب الكهربائي خلاص يبقى استخدميه على طول. انا بس مش عايزة اعمل لكم صداع، انا جنبي المضرب الكهربائي بس قلت لا هستخدم اليدوي علشان برضو ايه، اللي ما عندهاش مضرب كهربائي ما تقولش مش هينفع اعمل الكيك، لا تبقي شايفاني وانا بعمله بالمضرب اليدوي، وكمان عشان ما اجيبلكوش صداع وانتوا بتتفرجوا عليا. وهحط الزيت، عايزه تحطي المكونات دي كلها في الخلاط ينفع برضو مفيش مشكله، ممكن في الخلاط تقومي حاطه كل الكلام ده ويضرب على طول افضل ما تعمليه بايديكي. مثلا في نوعيات كيك بينفع نعمل فيها كده، فهتلاقوني بقول لكم عليها اهو. اخر حاجه عصير الليمون، ربع كوبايه من عصير الليمون، نضرب. بس كده، ومعايا هنا الدقيق، 2 كوباية دقيق، هنحط البيكنج سودا والبيكنج باودر ورشة ملح، وايه، وعايزة كده اقلبهم علشان كل الحاجات كده ايه تختلط ببعضها، ونحطها على الخليط ونقلب، نقلب بحركة دائرية اتجاه واحد. كده اهو. عايزين تنخلوا الدقيق مفيش مشكلة برضو. بس مش هتفرق يعني. كده كويس برضو. اهو مش عايزة اصعب لكم الدنيا. كده. ونقعد بقى ايه نقلبها كده لغاية ما منلاقيش الدقيق خالص، ويبقى خليط كيك معانا جاهز وزي الفل. وبنجيب صينية فرن بقى ندهنها دهنة زيت او زبدة براحتكم، ونحط برضو ورق زبدة يفضل عشان تطلعي الكيك وتقلبيه كده وتنبصي بشكله وتحطي له الصوص والكلام ده كله. فضروري نحط ورق الزبدة عشان نقدر ايه نخلعها بسهولة. اهو بصوا ده القوام اهو بتاع الكيك، ونحطها وبرده دهنة زيت كده خفيفة. كل ده يخلينا ايه نتحكم في الكيك بعد التسوية، ونلاقيها بقى ظريفة جدا، ونعرف كده ايه نخلعها
ونظبطها ونحط بقى الكيك. يلا بسم الله. سوق قوامها تقيل. اهو لو عايزين تقللوا فيها شوية مقدار السكر مفيش مشكلة، ممكن نقلله شوية بس كده. فرن سخن درجة حرارة 180، عندك بقى من 35 دقيقة لغاية 42 دقيقة حسب الفرن عندك ظروفه ايه. اول ما يعدي 35 دقيقة بالظبط تفتحي وتشوفي ايه الاخبار، محتاجين نزود 5 دقائق شوية زودي، هنزود اكتر شوية زودي، لغاية لما نختبر العجين باي حاجة بقى، بخلة الشيش طاووق ولا بسكينة ولا اي حاجة، وتطمني ان العجينة استوت والكيك استوى، بنطلعه من البوتاجاز من الفرن ونسيبه كده يهدى ويبرد علشان نعرف نفكه ونخلعه ونبتدي بقى ايه يهدى ويبرد ونقطعه ونزينه. هنزينه بالخلطة اللي انا قلت لكم عليها او بالمكونات اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي عبارة عن اللبن مكثف محلى. تعالوا يلا نعملهم اهو، ومعاه لبنة وبشر ليمون وعصير ليمون. الله على بشر الليمون وعصير الليمون، ريحتهم على طول مع اللبنه واللبن المكثف المحلى، واحلى صوص ليمون يا جماعه، خطير. حتى لو عايزين تحطوه على اي كيك تاني غير كيك الليمون اللي احنا عاملينها دي، بس تبقى كيك فانيليا طبعا مش شوكولاته ولا حاجه، هتنفع. نفضل كده بس ايه نقلب فيه عشان لو في اي تكتلات مكان اللبنه او اللبن المكثف المحلى تبقى ايه مفرومه كده. ونحطها بقى في علبة ولا في برطمان ولا في سوسييرة علشان نقدر نحط ايه على الكيك. بس كده ده الصوص، خطير. انا هنا معايا اهو الصوص ده والكيكة بقى الحلوة دي. احنا عملنا اتنين، واحدة اللي هي في صينية كيك مدورة ومفرغة من النص، بتبقى شكلها حلو قوي وشيك، وحطينا عليها صوص الليمون. بصوا شكلها عامل ازاي، خطيرة، حلوة جدا جدا، مش قادرة اقول لكم تحفة. وعملنا تانية اللي هي في الانجليش كيك، في الكيك الطويل ده.